الأكل. بوس إيدك. وصل خبر للمعاون أول ربيع صلاتي إني هون. قال له يزورني قبل ما ينقلوني على الحبس المدني. ما لي حق. مو معروف. أنت ما عم تقول لحدا من برات السلك. هو معاون أول مثله مثلي. فبيقدر يجيب إذن ويجي يزورني. طيب. رح جرب. أنا ما عم بطلب منك شيء. أنت بس وصل له خبر. بحكيك بموضوع. ما قلت لك تفوت؟ في مجال فوت؟ شو بدك هلا وائل؟ شو بقى اختي؟ متضايقة زعلانة في شيء؟ بك شيء؟ إذا جاي تتقل علي بليز طار بليز عن جد كثير متضايقة. اتقل عليك؟ لا أبدا. أنا مش جاي أتمسخر عليك، أنا بس جاي قلك إنه بالغلط سمعت بخصوص المعاون الأول رامي أرتاحي. هذا اللي خليك عقلك. إيه جاي أحكيك وهيك أعطيك نصيحة كخي. ما بدي نصايحك، أنت آخر واحد معقول إني أسمع منه أصلاً. هات ما حياتك ظابطة اسم الله لتسمع لحالك تنصحني؟ من كل عقلك هيدا رامي نحن نقبل فيه بالعائلة؟ نقبل فيه؟ ليش وخصك أنت؟ رامي حب حياتي كلها، ما رح اتجوز غيره. إيه بس روقي طولي بالك. ده هو بده يتجوزك بالأول؟ تبه ما يكون بده ياخد منك شيء أو عندي قصص بعدين. مش عارف أنت عن مين عم تحكي. أنت بتفكر من خلال منطقك وقلة أخلاقك. مش كل الشباب مثلك، مش كل الشباب بيظهروا مع البنات وبيستغلون. رامي مرتب. أنا مش عم بفهم أنت كيف مستنظرة أنك تعيشي حياة حلوة معه؟ على مصرياته ولا على نفوذه؟ مصرياته ونفوذه هالشغلتين اللي أنت ما عم تحكوا فيهم صح؟ هول المواضيع يلي بتهمكن إلكن ما بتهمني إلي. نعرف إنك مجنونة وخلطة وكل هالخبريات. اطلع على برا وائل. تعال بنوتي عم بقلك. وبتمنى أنت ومام ما تكونوا عم تفتحوا مواضيع وتتسلوا فيها. لا أنا وأمك لا.